الكتاب الرابع من مدونة الأسرة باش عرف يعني النيابة الشرعية اللي واحد النقطة منها اللي كتهمنا أساسا اليوم اللي هي الولاية الشرعية. هادشي طبعا كله كيدخل في واحد النقاش عمومي اليوم. حنا كنعرفو مدونة الأسرة واللي حنا وضعنا لا كمجتمع مدني ولا كمؤسسات ولا كحقوقيين ولا أكاديميين ولا خبراء ولا مجموعة من المقترحات اللي طبعا كنعرفو بأن بعض النقاط فيها تم يعني وضعها تحت سلطة أو لا على الأقل استشارات المجلس العلمي الأعلى في بعض النقاط اللي عندها علاقة طبعا بالدين. واليوم كنعرفو بأنه كنتظروا هذا المشروع ديال مدونة الأسرة اللي كنتمناو أنه يضمن المساواة بين المرأة والرجل ويضمن المساواة، لأن الفصل الأول كيقول الأسرة تقوم على مسؤوليات الأب والأم، ولكن في المقتضيات داخل هذه المدونة كنلقاو التمييز وكنلقاو لا مساواة، وبالتالي كاين تناقض. إضافة إلى أن هذه المدونة 2004 حنا جا دوزتو في 2011، وبالتالي ولات مجموعة من المقتضيات ان كونستيتيسيونيل غير دستورية اللي خصها تلائم مع الدستور، لأن حنا مجتمع كنطورو ومعيشينش بوحدنا. حنا عندنا علاقات هنا في 93 صدقنا على اتفاقية حقوق الطفل، صدقنا على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، درنا القانون مناهضة العنف ضد النساء 113، درنا مجموعة من المقتضيات اللي عندنا في القانون الجنائي اللي كنطمحوا منها لأنه نعطيو لهاد النساء حقهم داخل المجتمع، لأن في الهدف ماشي صراع بين النساء والرجال، هذا منطق اللي مغلوط، لا، تكامل كل أو تكامل كل التدخلات ديال الطرفين، لا نساء ولا رجال ولا آباء وأمهات ولا مرأة ورجل داخل المجتمع أجل تنمية هذا المجتمع. لا ماشي في صراع، ولكن لا، هذيك المرأة اللي كتبذل واحد المجهود خصو تعترف ليها به على المستوى القانوني وعلى المستوى المؤسساتي وتخلق الآليات اللي تضمن هذه الأمور هذه كلها. لهذا كيجيو هذه اللقاءات إطار التحسيس إطار التعليم، وطبعا النقاش مفتوح والاختلاف لا يمكن إلا أن يغني هذه يعني المبادرات اللي كيقوم بها المجتمع المدني وجمعية اليمامة مشكورة وعلى رأسها السيد الرئيس الأستاذ رشيد الصخري. هذا هو طبعا موضوع النقاش اليوم ومداخلات الحاضرين معنا. أعطي الكلمة بداية كانت الأستاذة ملكة شكورة وكيلة ملك بمحكمة الأسرة لظروف قاهرة شخصية، كتعتذر لكم، كتعتذر طبعا للجمعية والحضور أنها ما تمكنش تحضر، ولكن تعيدكم بأن في أي مناسبة وهي دائما تشتغل مع الجمعيات ومع المنظمات في هذه الأمور التي تتعلق بقضايا الطفل خاصة وحماية الأطفال وحماية النساء اللي في وضعية صعبة واللي كنعرفوا وضعيات اللي كتعيشها النساء إلى غير ذلك. كتعتذر لكم بشكل كبير واتصلت من أجل الاعتذار لظرف قاهر، ولكن بلغتني مجموعة الأمور اللي غادي نبلغها لكم على مستوى العمل القضائي داخل محكمة الأسرة وخاصة النيابة العامة، كيف تتعامل مع هذه الإشكاليات ديال شواهد المغادرة بالنسبة للأمهات، وأصرت على أن اليوم محكمة اجتماعية بالدار البيضاء تمنح الموافقة من أجل الحصول على شهادة المغادرة إلا استثناء كيكون مشكل مع المدرسة أو غير ذلك، ما كاينش أداء ديال يعني مصاريف واجبات تدرس الى غير ذلك بعض الحالات الاستثنائيه، ولكن المبدا العام هو انه المحكمه تمنح المحكمه الاجتماعيه الموافقه وتحكم وفق الطلب بالنسبه للامهات اللواتي يطلبن شواهد المغادره في حالات الطلاق او حالات اللي كيكون فيها الاب في السجن او لا ما بقاش عنده الاهليه. احيانا كاين هناك موانع طبعا نفسيه او عقليه او الى غير ذلك حسب الوضعيات الشخصية والوضعيات القانونية لكل عائلة. لهذا كنبلغكم اعتذارها ومباشرة أمر ما تعطلوش عن الحضور، حنا نبغي نسمعوا الحاضرين والحاضرات اللي طبعا عندهم ما يقال، لأن الأمر بالنسبة للطفل
ما كيبقاش متعلق بواحد الوثيقه اداريه سميتها شهاده الموظف، ولكن كيدخل في اطار عام اللي هو اولا تدبير الاسره والحفاظ على هذه الاسره واستقرارها. يعني بما فيه المبتدعيات القانونيه، يعني الاشكالات القانونيه كتطرح، ولكن راه عنده كذلك مجموعه المبتدعات على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي اللي يمكن مجموعه من الناس اللي عن قرب كتعاطى مع هذه الاشكاليات يمكنها تسلط الضوء من خلال مداخلتها. اعطي الكلمه بدايه للسيد عبد السلام سهلي ممثل المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج، لانه في بعض الحالات كيكون الاب في السجن كتكون الام في وضعيه صعبه باش تحصل، لان الاب هو الوجه الشرعي حسب القانون، ما ماتش ما حاضر نفسي، ولكن كتكون في هذا الوضع كيف كيعيشوا مع هذه الحالات اللي كيكون فيها الاب حالات مسجون لسبب من الاسباب. يمكن يوضعنا في هذه الصوره السيد عبد السلام السهلي، مشكورا لكم الكريم. شكرا سيدة الرئيسة، شكرا للحضور الكريم، جد سعيد بالتواصل واللقاء في هذا اليوم المبارك، هذا في موضوع في غاية الأهمية. فطبيعة الحال دعوني أن أقول كاسكيب ديال المندوبية العامة للسجون والإدماج، فهذا المشكل هذا كان كيتطرح، ولكن بالتواصل وتحديد مكان الخلل كنفكوا الإشكال. بمعنى أن السجين اللي كيمتنع أنه يعطي رخصة المغادرة للزوجة ديالو في خلاف معها أو إلى غير ذلك، فكنحاول نقنعوه أنه كاين مصلحة أفضل للطفل. كاين دستور 2011، كاين توجيهات سيدنا المنصور، كاين إلا ما بغاش عاد كنلتجؤوا للنيابة العامة، وهذا المشكل عمره ما تصدق. بالعكس، في تواصل دائم مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، فلهم كل الشكر والامتنان. كاسكيت ديال مدير مركز الإصلاح والتهذيب، هذا المشكل أيضا عمره ما تطرح لنا، لدرجة أن احنا عندنا منسق تربوي اللي كينسق ما بين المدارس، بحكم أن احنا مدرسة بمركز الإصلاح والتهذيب اللي كتشمل ست الأقسام بمختلف المستويات. ونفس المنهج كتكون على بركه تكون الظاهر، وبالتالي انه ملي كيتعتقل الوليد ديالنا كنسمى ما كنسميهش ديك المدرسه اللي كنقرا فيها باش كيسحب شهاده المغادره. على مستوى النيابه العامه وخاصه ديك الخليه ديال خليه المراه، يعني بصدق كتكون الاستجابه الفوريه. ونبغي نشكر السيد الرئيس على السيد الرئيس الجمعيه الكبير. طبعا كما قلت، ملي كيكون الاب في السجن لسبب من الاسباب، طبعا كتعرف الام مجموعه من العراقيل باش يمكن لها تحصل ماشي على شهاده المغادره، ولكن كنعرفوا لان الولي الشرعي والقانوني هو الاب، وبالتالي كتعرف مجموعه من الاشكاليات. ولكن الخطوره ديال عدم تسليم الام شهاده المغادره من المؤسسه باش تلحقها، لانه الوضع ككل، وانا هذيك الام غالبا كتمشي تلتحق بالاسره ديالها، ولا كتبحث على عمل في مكان معين وكتكثر، يعني راه مجموعه الاشكاليات الاجتماعيه اللي خصنا نوعوا بها، وخص يوعى بها اساسا المشرع اللي كيوضع القانون، لان القانون ماشي جانب، هذاك النص القانوني تبت فيه الحياه باش يمكن يسير المجتمع. هذيك الام كتضطر تنتقل مكان معين وكتضطر تنقل الابناء ديالها لمدرسه معينه، وبالتالي هذا الامتناع عن تسليم شهاده المغادره احيانا كيتسبب في الهدر المدرسي، وفي حالات كثيره كيتسبب في الهدر المدرسي، وبالتالي الاطفال ما كيتموش التعليم ديالهم. هذا السجن شوف التبعات ديالو كيفاش كتاثر على الاسره، واللي اثر على الاسره طبعا راه كيأثر كذلك على المجتمع. اليوم كما قلت الأستاذة بعثت لي مجموعة ديال المعطيات، هو أنه وحنا في هذا النقاش
العمومي حول مدونه الاسره، لان هذه مساله من النقاط القانونيه والحقوقيه. كان هناك اعلان مراكش 2020 اللي كانوا حضروا فيه مجموعه من المؤسسات الرسميه والمدنيه وكذلك منظمات دوليه، وتم توقيع واحد الاعلان اللي كانت حضرت فيه الاميره لاله مريم. وبالتالي هذا الاعلان كان فيه اساسا هو مناهضه العنف ضد النساء. هذا نوع من العنف كيتمارس على النساء. الوقت اللي نرفض نسلم للمراه شهاده المغادره ديال الابن ديالها من مؤسسه لمؤسسه، هذا عنف كيتمارس عليها باسم القانون. هذا عنف قانوني كيتمارس عليها، كيتمارس عليها عنف على جميع المستويات، غنقول الزواج القصيرات اللي كيتب في المدرسه وما كتمشيش البنت للمدرسه لانه كنخليوها ما كتمشيش للمدرسه وكنزوجها وهي قصير. اليوم على حساب الاستاذه شكوره كتقول بان اليوم في المحكمه الاجتماعيه ديال الدار البيضاء كل الطلبات ديال الزواج القصيرات ترفضوا، كل الطلبات بتدخل من النيابه العامه. لهذا حنا كمجتمع مدني كنطالبوا تعزيز تدخل النيابه العامه في هذه القضايا لحمايه النساء ولحمايه الاطفال. امر مباشره يعني نقاش طويل عريض في هذه الامور مدونه الاسره، ولكن باش نوصلوا للدور ديالو ونعطي الكلمه يعني التداعيات على الاسره اللي كيكون الاب في وضعيه اعتقال، كاين ما يترتب على ذلك نفسيا وتربويا. اعطي الكلمه للاستاذه حنان الحضري استاذه التربيه البدنيه اخصائيه نفسيه، يمكن تشرح لنا بعض الامور اللي كتتعلق ما هو نفسي وما هو تربوي وكيفاش كيتاثر الطفل او الطفله التلميذ او التلميذه بهذا الواقع احيانا. شكرا. اشكر السيده الرئيسه. اود بدايه ان اشكر واقدم امتناني للقائمين على هذه الندوه العلميه، واخص بالذكر جمعيه يماما التي تواصل جهودها للحد من الهدر المدرسي وتقديم الدعم والمساعده للاطفال والاسر المتضرره. كما اود ان اعبر عن امتناني للمتدخلين السابقين. من خلال مداخلتي المتواضعه ساركز على جانب قد يكون الاكثر حساسيه في هذه الاشكاليه، الا وهو الجانب التاثير النفسي والاجتماعي على الطفل والام في ظل اشكاليه تسليم وثيقه المغادره المدرسيه. فهذه الاشكالات لا تمس فقط الجانب الاداري او القانوني، بل تمتد لتلامس قلوب الاسر نتيجه التحديات التي يعيشها الطفل والام جراء هذه التعقيدات. اذا نحن اليوم امام اشكاليتان. الاشكاليه الاولى هي علاقه الطفل او المراهق باسرته الغير مكتمله بغياب الاب، والاشكاليه الثانيه هي علاقه الطفل والام من جهه اخرى بمؤسسه تعليميه ترفض حسب تصورهم تسليمهم وثيقه تضمن له حقا في التعليم. اذا ساعود بكم الى دور الاب، لان احنا ملخص دور الاب في المجتمع ديالنا هو دور مادي اكثر ما هو معنوي. اذا فغياب الاب سنعرف بعد اول ما هو دور الاب في الاسره المغربيه او الاسره عامه. اذا فالاب يعتبر المصدر الاول في التنشئه الاجتماعيه، حيث انه يمثل في نفس الوقت السلطه والقدوه، يعني في نفس الوقت هو القوه والدعم العاطفي، هو كذلك القدره. اذا فغياب الاب ينجم عنه غياب نموذج السلطه، يعني عندما يغيب نموذج السلطه في الاسره فماذا يحصل للاطفال؟ هناك واحد العمليه سيكولوجيه تتم بين الاب والاطفال، هي عمليه التماهي، ما نسميه باللغه الفرنسيه ليدونتيفيكاسيون. يعني فالاطفال يتماهون مع شخصيه الاب، يقلدونه، يحاكونه في صفاته وسماته. اذا هذه العمليه لا تتم تتشوه بماذا؟ بغياب الاب. يعني هناك صوره دائمه كتوقف، باش كتوقف بغياب الاب، سواء للهجره او السجن او او. اذا فماذا يفعل الطفل او المراهق؟ يبحث عن هذه الصوره بين اقرانه، غالبا بين اقران بين الاقارب، وغالبا ما تكون هذه الصوره منحرفه. اذا فالاب يمثل المرجع القانوني للاطفال، فهو الذي يحدد، لان كما نعلم فالاطفال والمراهقين لديهم رغبه في تحقيق مجموعه من الرغبات اللي كتكون خارج عن القانون الاجتماعي،
إذا فالأب هو الذي كيحدد الأطفال والمراهقين كيف يتعاملوا. إذا فغيابه ماذا سيولد؟ سيولد لنا أطفال ومراهقين غياب القيم الاجتماعية، يعني لو سيستم دو فالور كتغيب القيم الاجتماعية، كيغيب الحدود، وبالتالي كنوليو أمام سلوكات انحرافية وغير اجتماعية. كما يلعب الأب دور كبير في الدعم النفسي، ملي كنقولو الدعم النفسي كنقصدو به تقدير الذات، فتقدير الذات، الثقة في النفس، هادشي كلو ملي كيجرى من الأب. حنا دابا حنا غتقولي الأم، راه الأم الدور ديالها حنا ما فيش نقاش، ولكن حنا كنشوفو هادشي كلو شنو غادي يوقع في غياب الأب، كلشي هادشي غادي يوقع فيه تدهور، غادي يكون ما يكونش واحد النمو نفسي واجتماعي سليم لهاد الأطفال وهاد العائلات. إذا مي غادي نقولو في حالة إذا خدينا الحالة ديال الأب في السجن، كنختار الحالة باسكو هي الأكثر ثقلا نفسيا واجتماعيا على الأطفال. أول حاجة كيشعروا بها دوك الأطفال هو الشعور بالذنب، الذنب بسلوك غير مسؤولين عنه، ولكن ينتابهم شعور بالذنب، وكتكون عندهم واحد اون امبيفالونس ايموشنيل، يعني كيكون بين يبغي باه ويكرهو، يعني هاد عدم الاستقرار الانفعالي والعاطفي كيأثر على شخصية الطفل، وبالتالي كيكون عندنا جوج ديال لي بروفيل ديال لي زادوليسون لي زانفون، سواء دي زانفون ولا دي زادوليسون كي اكستيريوريز كيخرجوا هاد الاحاسيس وهاد عدم تقدير الذات، الشعور بالاحباط، الشعور بالعزله، كيحس بواحد تصنيف اجتماعي، هادشي كله سواء كيخرجوا، هي فاش كنشوفوا تظاهرات في المؤسسات التعليميه ديال العنف، باش كيخرجوا بان اريتابيليتي، واحد الحساسيه يعني كثيره، كيكون عنده اون اغريسيفيتي، كيكون واحد العنف، كتكون هذا سي ان كومبورتمون نورمال الدري اللي خرج، اللي هو كيكون اكتئاب، عزله اجتماعيه، ما كيقدرش يعبر على ديك لو ماليتر اللي كيحس به، دونك يختار لو دوزيام بروفيل اللي هو العزله، اللي هو وغالبا ما هو توسكي بسيكولوجيك اي سوسيولوجيك كينعكس على ما هو تربوي. وهذا الابن مثلا، هذا الطفل اللي كيكون ابن له في السجن، ما كتكونش عنده علاقه سليمه بالمعلمه بالمؤسسه التربويه، لماذا؟ لانه الايفيت كيهرب كيرفض انه يسال فيدباك، اين اباك؟ يعني داك الجواب اللي في سلاح الايفيت، دونك شنو كيدير؟ كيولي كثير الغياب، وبالتالي هناك ظاهره اخرى، ظاهره تربويه، وهي ظاهره الهدر المدرسي. كاين عاوتاني دور الاب في حياه البنت، يعني في حياه، حنا كنهضروا على الذكر والانثى، هنا البنت كيمشي لها نموذج السلطه عندها، دونك كتولي عاطفيا كتولي حساسه، كتولي اون فولنيرابيليتي بسيكولوجيك، واحد الهشاشه نفسيه، وهي فاش كتبقى تقلب على نموذج، هنا فاش كيتطور عاوتاني شنو كيبان لها مشكل ديال الزواج القصير اللي هضرت عليه الاستاذه، دونك داك البنت صافي، يعني الاب كيدخل السجن كيبقاو مشاكل، مع المشاكل المغادره، مشاكل شنو كتخرج من المدرسه، شنو كيبان لهم السواج، وهذا مشكل عاود بوحدو ديال مي غنوصلو للتوصيات والحلول، يعني الزواج كما قالت الاستاذه قبيله ماشي اجي وتزوج، ماشي دابا العائله كتقول شي ام حمقها ولدها كتقول كنتمنوا غنجوجوا باش يدير عقلو، خصها دي كاباسيتي دو مارياج، شي كل انسان واصل عنده القدره الماديه والمعنويه والاجتماعيه والنفسيه باش يقوم بعائله، وهذا هو اللي كيؤدي لنا الطلاق وكيؤدي لنا. الا جينا المشكل ديال الطلاق مثلا، ملي كيكون الابن، ملي كيكون الاب في، كيكون الاب في، يعني ملي كيكون الاب، الابن يعني في عائله مطلقه، يعني الاب ما كاينش بسبب الطلاق، هنا كيكون واحد الصراع نفسي، صراع عاطفي، صراع داخلي عند الاطفال، شنو كيديروا؟ واش غادي يبغي باه؟ واش الاب هو سبب في الطلاق؟ واش الام هي سبب في الطلاق؟ وكيكون واحد المشكله عاطفيه اللي كبيره، هي كتسمى الولاء العاطفي، اللي هو الولاء العاطفي لمن؟ يعني ملي كتكون مشكل الطلاق، يعني الاب لما كيكونوا عايشين مثلا مع الاب، كيحسوا بواحد الولاء العاطفي لمن؟ للطرف الاخر، وكيحسوا بواحد مشاعر الغضب اللي كتكون غير شعوريه والكره للطرف اللي عايشين معاه، كيبان هو سبب في الطلاق. دونك دابا حنا المشكل اللي عندنا في المجتمع ديالنا، يعني مثلا ملي كيوصل واحد الكوبل للطلاق، يعني الاسره ما كاينش توعيه بهذا الطلاق، ابخي لو طلاق، من بعد لو ديفورس كيفاش تكون العلاقه، اذا كانت العلاقه سليمه من بعد الطلاق ما يكونوش هاد المشاكل، مع الاسف واحد لو تيرم هضروا عليه في دابا في الابحاث والدراسات في كندا، سموه لا كومبارونتاليتي، سي ان ابخي لو ديفورس، اذا كانت علاقه سليمه، داروا دراسات
طولية وعرضية على مجموعة من الأطفال، لقوا أن إذا بقت العلاقة جيدة من بعد الطلاق، هي لو كا اللي ممنوع نحنا هي، يعني لي كوب ديالنا في المغرب ملي كيوصلوا الطلاق حتى كيبدا الضرب وجرح، حتى كيبدا الضرب وجرح حتى كي العلاقة ما كتستمرش كيكون طلاق. الطلاق شي حاجة شرعية ودينية حلال، يعني التداعيات الطلاق هي اللي كيولي مشكل. هنا كنخلقوا عندنا واحد الأطفال اللي ما عندهمش تقدير الذات، ما عندهمش ثقة في النفس، كيحسوا ديما بالذنب بأنهم السبب في الطلاق. ولا جينا المشكل عاوتاني ديال الهجرة، يعني مشكل الهجرة ملي كيكون الأب في الهجرة، شنو كيوقع؟ كيوقع عندك الأبناء ما كيعرفوش مصير الأب، كيعرفوش واش راجع واش ما راجعش، شنو هو السبب ديال هجرة الأب. كتقدر تكون مشاكل مادية اقتصادية، كيحسوا بأنه هو السبب في ذاك الهجرة وبأنه هو السبب في ذاك الانفصال مع الأب. كل هذا يؤثر نفسيا واجتماعي على الأطفال، وبالتالي اوتوماتيكمون تو سكي بسيكولوجيك اي بسيشيك كينعكس على ما هو تربوي. وهنا كيبدا المشكل ديال الهدر المدرسي، الغياب، لاغريسيفيتي، العنف المدرسي، شنو السبب هو هذا. اذا ايماجيني افيك مو، يعني تخيلوا معي طفل بهذه التاثيرات النفسيه مع ام، يعني كيجي بجوج بهم لمؤسسه تعليميه من اجل حق اللي هو وثيقه اداريه كتضمن له حقه في التعليم، ويواجه بالرفض. اذا مش تحس الام، الام ديجا كيما قالت الاستاذه عندها ضغوطات نفسيه، عندها ضغوطات اجتماعيه، عندها خاصها تعود الاب اللي ما غتقدرش، يعني واحد الدور اللي صعيب عليها. دونك باش كتحس ما عندهاش واحد التجربه توسكي يعني البيروقراطيه، يعني ما كتمشيش للادارات، ما كتمشيش للقضاء، ما كتمشيش. دونك يولي عندها واحد الحمل ثقيل اخر، يعني خاصها ادوا سو ديبلاسي بلوس داكشي كلشي اللي عندها. دونك شو كيوقع؟ واحد شويه التميز والتصنيف، كتحس بواحد التهميش اجتماعي، لان علاش بوكو انا شويه، علاش انا مختلفه على الاخر، علاش هاد الطفل بدا كيقرا وهاد المراهق بدا كيقرا وانا ولدي مازال ما دخلش يقرا، يعني شي اسباب اللي ما عندها شي علاقه بهم. دونك الا جينا المهم اللائحه طويله في التاثيرات الاجتماعيه والنفسيه، وهذا الشيء اللي كنقول لكم هو نتائج دراسات، ما بغيتش ننتقل لكم بالتواريخ وبالاسماء، هو نتائج دراسات علميه قاموا بها يعني علماء النفس في المغرب وفي كندا. اذا هنايا غادي ندوزو للحلول والمقترحات. الو، انا بالنسبه لي يجب توفير دعم نفسي واجتماعي في المؤسسات التعليميه. ملي كنقولوا دعم نفسي واجتماعي، مثلا مرافقه، انا شخصيا جو بورت فولونتير، مرافقه مثلا طفل لزياره اب في سجن، حقاش داك الابن سورتو في المراهقه كما كنعرفوا المراهق كيطور التفكير النقدي، كيولي خصو يعرف. حنا في المجتمعات ديالنا كتناقص التواصل، عندنا ما كاينش التواصل، دونك ما كيعرفش الاب ديالو علاش تسجن، يقدروا نوصلوا له فكره غلطه ولا فكره كيخرج للشارع كيسمع هضره اخرى. دونك نعطيو الحقائق للاطفال ديالنا، الاطفال ديالنا راه كيفهموا كل شيء، راه كيعرفوا كل شيء، راه المشكل هي فاش كيكتشف الكذب، فاش كيكتشف الكذب في البيئه ديالو، تما فاش كتخرج السلوكات غير اجتماعيه. دونك يمشي يكون تواصل بين الاب وبين الابناء ديالو، واخا يكون في السجن، تواصل واخا يكون في الهجره. في على نيفو المؤسسه التعليميه كاين دعم نفسي، دابا الان كاين مكاتب دعم نفسي في المؤسسات التعليميه. انا احتكيت بواحد الحاله، يعني في التعليم الثانوي، ام طلقات من راجلها وهي ساكنه حدا المؤسسه، دونك اوتوماتيكمون العائله ديالها طلبت انها تجي تسكن معاها، لان مطلقه ما خصهاش تسكن بوحدها. مشات سكنت مع الاب والام ديالها بعاد على المؤسسه فين حنايا، اضطرت تكري بنتها بيت، لحقاش رفضوا يعطوها بشهاده المغادره، كرات بيت لبنتها حدا المؤسسه. وداك الام كتجي كل صباح كتجي عند بنتها كتشوفها شنو خاصها هذه، وكترجع لها كتجيبها وكتديها. يعني شوفوا معايا واحد المجموعه من الضغوطات ومن مشاكل اللي هي عن غنى عنها. حنا نورمالمون مؤسسه تعليميه او مجتمع، كمجتمع خصنا نحتضنوا هاد الحالات، خصنا نعاونوهم، ما نكونوش حنايا واقفين قدامهم ولا. دونك كنقترح يعني اشراك المجتمع المدني اللي هما كاينين معنا، يعني حمايه حقوق الاطفال والمراهقين، والمساهمه في الدعم النفسي للام، يعني توعيه الامهات كما قلت لكم، التوعيه هي شي كلشي كيجي من التوعيه بحقوق الام القانونيه، وضروره استشارات محاميين
مختصين. إذا وين الختام؟ إذا لابد أن نتذكر بأن الطفل والمراهق يعني هما أساس المجتمع. يعني حمايتهم من هذه التجارب المؤلمة ليست فقط مسؤولية للمؤسسات التعليمية وفي الوقت التي هي مسؤولية للمجتمع بأكمله. وأشكركم على حسن استماعكم. حضري على هاد يعني الصورة اللي عطتنا حول وضعية الأسر ووضعية التلاميذ والتلميذات لا اجتماعيا ولا نفسيا في الحالات اللي كتكون فيها صعوبة داخل الأسرة، لا سواء طبعا أب بسجون أو لا هاجر أو لا حالات أخرى يمكن داخل المجتمع المغربي، المسألة اللي باقي مسكوت عليها ما كنتكلموش عليها، في حالات الانفصال دون طلاق. كاين حالات الانفصال دون طلاق وكيبقاو الأبناء اللي هما تلامذة وتلميذات في صعبة، واللي مازال خص تكون جرأة عند المشرع باش يمكن يتناول مثل هذه القضايا اللي هي واقع داخل مجتمعنا واللي خصنا نلقاو فيها الحل، لان الضحيه كيبقى فيها هو الطفل والطفله. طبعا هذه امور كلها كما قلت كتاثر على الاطفال، كيكون من نتائجها الهدر المدرسي والوضعيات النفسيه والتربويه والاجتماعيه ديال هذه المشاكل اللي يمكن تخلقها هذه الوثيقه اللي سميتها شهاده المغادره. ولكن في وضعيات ديال الاسر ما كاينش غير شهاده المغادره، كاين مشاكل اخرى اللي كتعلق بوضعيات الاطفال، لا سواء والعلاقه الزوجيه قائمه، لان دائما في العلاقه الزوجيه قائمه راه الولي الشرعي والقانوني هو الاب، وفي حالات انحلال هذه العلاقة الزوجية يبقى الولي الشرعي، رغم أن الأطفال في حضانة الأم ديالهم، الحاضنة هي الأم، ولكن الإجراءات إدارية وقانونية الأب هو، رغم أن الأطفال مع الأم ديالهم. ولكن كاين صعوبات، لأن مازال كان طبعا كنعتبروا بأن المرأة ما قادراش أنها تدبر مثل هذه الأمور مع الأسف، وهذا كما قلت فيه نوع من العنف الممارس ونوع من التمييز الممارس في حق المرأة. تعريجا على هذه الأمور كلها أعطي الكلمة الأخ محمد تامر، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ. أنا دايرة المناصفة بعدا، غنعطي مرة راجل مرة راجل باش نحترم قناعاتي الشخصية في هذا الباب. كما قلت الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الوطنية، لا الرئيس الفيدرالية الوطنية لجمعية أباء وأمهات التلاميذ بالمغرب ورئيس الفرع الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات. لكم كلمة أستاذ. شكرا. أولا شكرا للحضور الكريم لمناقشة هذا الوضع الاجتماعي كنعاني منه في بداية كل موسم دراسي. أشكر جمعية اليمامة وعلى رأسها السيدة رئيس السيد رشيد. أشكر الأستاذة عائشة عبد الله التي دائما فيما كان شي مشكل اجتماعي خاص بالمجتمع بأبناء الشعب المغربي كتكون هي حاضرة. أشكر الأساتذة التي تقاسموا معنا هاد الندوة هادي. بداية خصكم نعرفوا أن الدخول المدرسي في كل موسم دراسي نعاني من هذه الظاهرة. هذه الظاهرة إلى تبعنا وشنا الأرقام ديال الهدر المدرسي كنلقاو نسبة هذه المشاكل العائلية تؤثر بشكل كبير على السير العادي للتلاميذ، لأن هذه المشاكل ما كتخليش التلميذ يلتحق بالمدرسة ديالو في الوقت المحدد له. فإذا كنعرفوا قيمة الزمن المدرسي، كنعرفوا قيمة المقرر الوزاري اللي خصنا نتابعه منذ البداية، فهذه الحالة كتجرنا إلى أنه ممكن تكون فيها أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع ربما شهر أو أكثر عاد كي تلقوا هذا الحل لهذه القضية هذه عن طريق طبعا غالبا ما كنلجؤ إلى القدر. في الوقت اللي خصنا
جميع المجهودات. احنا جمعية اليمامة لم تخطئ حين وضعت هذا المشكل، وهي مشكورة على أنه وضعته في الزمن المناسب له بعد تخطي مرحلة التسجيل وإعادة التسجيل بالمؤسسات التعليمية التي صادفنا تقريبا في كل مديرية إقليمية عبر التراب الوطني عشرات الحالات في هذا الوضع هذا الجميع. منها من وجدت الحل، ومنها من هي في طريق الحل، ومن هي في باب المجهول إلى أن تبت السلطات القضائية في إطلاق سراح الوثيقة اللي هي وثيقة المغادرة. كاينين اجتهادات من بعض السادة المديرين وفقاً، ولكن كتبقى عابرة. ثم أنه إحنا الدور ديالنا اليوم على من ندافع؟ إحنا مشاكل عائلية متوفرة موجودة، لكن هذا المشكل بالعكس كيكون الضحية هو التلميذ هو الطبيب. هذاك الطبيب إحنا مجبرين أننا بصوت مرتفع في جميع تنبقوا جميع الأبواب على أنه حان الوقت لوضع حد، لوضع بنود قانونية، لوضع أي مسألة باش تضمن لنا هذا التلميذ أنه يلتحق المؤسسة ديالو بحالو بحال جميع إخوانه المغاربة. واللي كان طالبوا به هو ما يتخذش واحد ورقة ضغط ما بين طرف وطرف آخر. أحيانا راه حتى الأم أنها هو راه في مدرسته طبيعية، لكن كتبغي إما الفراق إما حالة انفصال إما بزاف ديال الأمور، كتبغي تضغط على ذاك الأب بأن تخرجوا من التعليم العمومي وتمشي تسجلوا في التعليم الخصوصي باش تعني أنها ترفع القضية وترفع فيها النفقة وترفع واحد العدد كبير. وواحد الوقت اللي هذاك الأب ما يقدرش يستطع أنه ما عندوش ملاد على التعليم العمومي، وبالتالي كتولي عندنا واحد المشاكل اللي كثيرة. وإمتى المحاكم غادي تحكم؟ وباقينا هذوك التلامذ هذاك التلميذ أو التلميذة أو جوج تلامذ راهنا انتظار أشنو الفرج من عند الله باش يدور. إذا من هذا المنبر هذا وأمام هذا الحضور الكريم والسادة والسيدة الأساسية اللي عندنا، لابد من بحث عن طريقة عن وسيلة للحد أولا من هذه الظاهرة سعيا للقضاء عليها. حيث مثلا ملي كان توصل المشكلة ما بين الزوج والزوجة ويكون هاد الضحية، نعطيكم مثال آخر. نحيدوا حنا مغادرة شهادة البكالوريا. اليوم قرار وزاري ما يتسلمش البكالوريا الأب وما تسلمهاش الأم، ما تسحبهاش شهادة البكالوريا إلا المترشح اللي فاز بالبكالوريا هو الذي يتسلمها بعد الإمضاء والبصم عليها كأنه هو اللي خاضها. أشنو كان في وقع المشاكل السابقة؟ كانت كتشد الأم لأن الأب هو اللي تكفل بالتلميذ حتى شد ديك البكالوريا، شدت مزقها ديك الساعة. يعني ضد في زعما أنت قريتيها أنا غنحيدها لك كان يعني. والعكس تاني، كاين الأم اللي كتشدها، كاين الأب اللي كياخذ كتعنى الأم زعما أنا قريت وشديت البكالوريا داكشي كتشدها مزقتها. إذا هنا الضحية في كاين؟ هنا ملي كيكون ملي كاين النزاع الذروة ديالو كيتعمل لا الأب العينين ولا حتى الأم، ما كيبقاوش المشاعر، ما كيبقاش الإحساس، ما كتبقى حتى حاجة، ولكن كيجروا لنا واحد العنصر كضحية وكيبقى في واحد المصير مجهول. ما يقع للورقة مغادرة كتوقع لنا حتى اليوم. حنا الدولة لقات حل أنه ما يتسلمش هذيك شهادة البكالوريا إلا صاحبه المترشح. قعدنا حنا اليوم هذه المغادرة يمكن تكون في سن المراهقة، يمكن يكون حتى في المستوى الابتدائي. والمستوى الابتدائي وتخرج هذاك التلميذ وتبغي تحوله وتبغي ديره، ما كيبقاش عندنا. كاين بعض المرات اللي كيطالب ورقة المغادرة وإخراج التلميذ من ديك المؤسسة غير هكاك، ما كاينش سبب، ما كاين سفر، ما كلشي قريب، كلشي هذا. علاش؟ غير كوسيلة تشد هذيك لا من عند الزوج ولا من عند الزوج. حنا ما بغيناش الموسم المقبل ان شاء الله بعد هذه الندوه هذه وبعد التوصيات اللي غادي تخرج ونحن نساهم ببعض التوصيات السادة عائشة بالله باش نقضيو على هذه الظاهره هذه. راه ساهل باش تقضي عليها، راه عندنا مشرع قانوني وعندنا النيابه العامه وعندنا القضاء، وحنا كلنا كنثقوا في القضاء ديال البلاد.
اما هاد الناس هادو كنوجه لهم من هذا المنبر واحد النداء النابع من مراره الوضع اللي كيوقع فيه التلميذ. احيانا كيتفرج هذاك الطفل وهذاك التلميذ واحد الوضع اللي هو لا دخل له فيه، ولكن مصيره محدد ما بين زوج ديال هذا طالع بزاف وهي طالع بزاف، وكاش يبقى حتى الجو العائلي لا يساعد بعض المرات، حتى الجو العائلي، حتى دوك الناس اللي غادي يعطيو ويكونوا خيط بيض ويوصلوا ما بين هذا ويراعيوا ويذكروا بان راه مصير مجهول كينتظرك، نادرا ما كنلقاو دوك التدخلات، خصوصا ان مثلا عائله الام كيكونوا جد متشددين، او عائله الزوج كيكون اكثر تشددا. يمكن نلقاو الحاله في السجون، يمكن نلقاو الحاله في، لكن الوضع ديالنا الا بقى مفتوح على مصراعيه بحال هكا كيبقى عندنا واحد الاشكال. الا سمحتي استاذ نقدم بعض الملتمسات. عندما واجهت اشكالات قانونيه تتعلق بتسليم شهاده المغادره المدرسيه في غياب الاب في المغرب، يمكن مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تسهيل العملية وضمان حقوق الطفل وولي الأمر فيما يلي. بعض التوصيات الممكنة: تحسين التنسيق بين المؤسسات التعليمية والقضاء، يجب على المدارس وضع بروتوكول واضح يتضمن التعاون بين المحاكم المحلية بحيث يتم تسهيل الإجراءات القضائية المتعددة المغادرة المدرسية في حال وجود نزاع أو غياب الولي الشرعي. يمكن إنشاء وحدة متخصصة بالشؤون القانونية بالمدارس للتعامل مع الحالات التي تتطلب توجيها قضائيا. تعزيز الوعي القانوني للأولياء، يجب تنظيم حملات توعية للآباء والأمهات بشأن حقوقهم القانونية فيما يتعلق بالحضانة والولاية على الأبناء وكيفية الحصول على الوثائق المدرسية مثل شهادة المغادرة. توفير ورشات عمل أو توجيهات قانونية للأولياء في المدارس حول الإجراءات اللازمة في حالة حدوث طلاق أو وفاة أحد الأبوين، حتى يعرفوا كيفية التصرف بشكل قانوني وسريع. الإجراءات القانونية، إجراءات قانونية مبسطة: يجب تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على إذن قضائي لتسليم شهادة المغادرة المدرسية في حالة غياب الأب. قد يتطلب ذلك إصدار قرارات قضائية مستعجلة خلال فترة قصيرة للتأكد من عدم تعطيل مصلحة الطفل الدراسية. يمكن أن تنشئ المحاكم إجراءات طوارئ خاصة للحالات التي يكون فيها ضرورة إصدار وثائق مدرسية للأطفال العائلات المنفصلة التي تواجه النزاعات. من الضروري مراجعة بعض النصوص القانونية في مدونة الأسرة المغربية لتوفير مزيد من المرونة في الحالات التي يكون فيها ولي الطفل الأب غائبا أو غير قادر على ممارسة صلاحياته. منح الوصاية المؤقتة للأم في الحالات الاستثنائية مثل السفر الطويل أو عدم التواصل مع الأب، مع وضع ضوابط قانونية تحمي حقوق الطرفين. إنشاء نظام إلكتروني يمكن من خلاله الأبوين الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالأطفال بما في ذلك شهادة المغادرة المدرسية، بحيث يمكن تسهيل العملية إذا كان أحد الأبوين غير متواجد أو يصعب الوصول إليه. تشجيع المدارس على التواصل المستمر مع الأبوين بطرق قانونية وشفافة في حالة وجود أي إشكال قانوني، وتجنب تأخير تسليم الوثائق الضرورية للأطفال. يجب أن تكون مصلحة الطفل هي الأولوية القصوى في أي نزاع قانوني حول تسليم شهادة المغادرة المدرسية. يوصى بأن يكون للقضاء دور أساسي في تسريع القرارات المتعلقة بحق الطفل في مواصلة دراسته بدون أي تعطيل ناتج عن النزاعات الأسرية. تحديد آليات التدخل السريع في الحالات التي تؤثر فيها النزاعات على مصلحة الطفل الدراسية. وأخيرا توجيه مكاتب الشؤون الاجتماعية للتدخل في حالات النزاعات الأسرية والمساعدة في إيجاد حلول قانونية وإنسانية
تراعى فيها مصلحة الطفل وتجنب تعطل دراسته بسبب غياب أحد أبوين. هذه التوصيات يمكن أن تساعد في معالجة العديد من الإشكاليات التي قد تواجه الأسر المغربية في الحصول على شهادة المغادرة المدرسية لأبنائهم وضمان حقوق الطفل في مواصلة تعليمهم بطريقة سلسة ومنظمة. شكرا.